سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معقوده. معقوده عندي كنحتاج هنايا 5 ديال الحبات ديال البطاطس من حجم متوسط، غسلتها مزيان وغادي نديرها في الماء مع شويه ديال المليحه باش تسلق. من بعد ما تسلقات البطاطا غادي نحاول نقشروها وهي سخونه باش نمعكوها وهي سخونه. صافي، ملي نقيتها غادي نمعسها هكا، طحنوها غير هكا، ما تستعملوش مولينكس باش ما تبقاش تخرج لكم في القلي. هكا كتجي مزيانه. صافي، ملي ساليت معكتها مزيان غادي نضيف لها جوج ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين والقليل ديال القزبر مقطع رقيق، القليل ديال الخرقوم، الملح على حسب الذوق، معلقه صغيره ممسوحه ديال البابريكا، ومعلقه مملوءه مزيان ديال الكمون، وراس معلقه ديال البزار، واللي تيبغي الحار يضيف الحار. انا ما غندير ليهش البيض، غادي نجمعها بيدي. مازال سخونه، نبردها بعدا شويات. ندوقوا الملحه واش هي هذيك في الملح. صافي، غنبقى نشكلها نتوما الحجم اللي بغيتو. خرجت لي ديال المعقوده، غنخليها جانبا وندوز نحضر العجين فاش غادي ندير هاد المعقوده. بل ديك العجين اللي كتخلي داك المعقوده تجي مقرمشه كنحتاج ليها كاس ديال الطحين. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال الخرقوم، راس المعلقه ديال التحميره، وعندي هنايا راس المعلقه ديال البزار. المهم انا غادي نضيف كل شيء. وعندي هنايا كاس ديال الماء دافئ، العجينة خصها تجيني ما قاسحة ما خفيفة. من بعد ما دازت 15 دقيقة كيكون ليه خليط ديالنا تفاعل، كيجي على هذا الشكل هكا. صافي، كنبقى ناخذ المعقوده كنديرها في وسط هذا الخليط، كنحاول ما امكن نقلبها فيه باش تلبس كامله. الزيت خصها تكون سخونه سخونه بزاف. صافي، كنقبضها بحال هكا وكنحطها في الزيت. تكون سخونة.
على هذا الشكل هذا حتى تنسالي الخليط. الا خفتوها تجيكم تخواليكم من التحت، حاولوا تقلبوها على الجهه الاخرى، باش حتى الا كانت هنايا تزيدوا لها شويه ديال الدقيق. تنبقى هكا حتى تنسالي هذه الكميه اللي عندي. كتبان ليا من الجهات بجوج، كنزولها فشي شبكه تسقطر شويه، عاد كنقدمها في طبق ديال التقديم. الصلصه اللي غادي نرافق بها هاد المعقوده كنحتاج ليها جوج ديال مطيشات متوسطين، كنقطعهم على هاد الشكل هذا بالقشره ديالهم. ثلاثة ديال الفصوصة ديال الثوم بحال هكا كنديرو معاهم. غادي نديرهم على عافية مهيلة وغادي نغطي عليهم، ما غادي نضيف لهم لا ما لا والو، ونخليها حتى طيب مطيشة وطيب الثومة. خصني نقيسها نلقاها طيبة مطيشة. من بعد ما طابت كتجي بحال هكا، انا غادي نطحنها. هيا الثومة راه طيبة، انا نطحنها في مولي ميكس ونرجع معكم. كتجي هكا من بعد ما طحنتها وصفيتها، كنضيف ليها شويه ديال القزبر وشويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره اولا بابريكا. انا غادي نردها على النار باش هي تغلي ونطفي عليها. من بعد ما تتغلي هاد لاصوص، زدت ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الحار. المهم الملحه والحار كيبقاو على حسب الذوق. كتجي على هاد الشكل هكا المعقوده، كتجي خفيفه وهشيشه. وكنقدموها على شكل ساندويتش. كنرافقوها بهاد لاصوص هادي اللي كتجي رائعه وبصحه وراحه. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتو غير مشتركين، وما تنساوش انكم تدعموني وديروا لي واحد لايك واحد كومونتير. وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.